الأدلة اللي إحنا متشاركين فيها كلياتنا اللي نسهل إنه نقدر نأخذ قرار صحيح ونقلل من إمكانية المغالطة في القرار من ناحية إنه هل الولد عنده اضطراب ولا لا. راح أحكي عن هذا الموضوع كمان شوي. المجموعة الثانية هي الاختبارات منسوبة إلى معايير مطلقة. أنا شخصياً بحب هاي الامتحانات لأنه بحسها بتركز على مجال معين. فمثلاً في عندنا المكارثر اللي كتير بيستعملوه وتم الادابتيشن تبعته للغة العربية عن طريق دكتور فاطمة بالصفار، بس أنا بعرف إنه هون نسرين دبيات إذا أنا مش غلطانة كمان عملت ملائمة لهذا الامتحان لإلنا ومررته على مجموعة. فهاي الامتحانات اللي إحنا بنقدر نبلش نستعملها وبالذات بالإيرلي انترفنشن، هاي امتحانات جداً effective لأننا حتى نقدر نعرف احتياجات الولد لأنها مبنية على تقرير الأهل، والأهل هم عادة بالإيرلي انترفنشن عم نحكي بين جيل 0 لجيل 3 هم أكثر إشي بيعرفوا إيش الولد عن جد عم بيحكي إيش الولد عم بيفهم. وهذا الامتحان تم ملائمته لعدة لغات وكثير أنا شخصيا أحب استعماله في بين جيل 0 لجيل 3. كمان مرة هي تعتبر رسمية، امتحانات رسمية لأنه نفس الشيء طريقة التمرير جدا واضحة، بس ما فيش عنا علامات للمقارنة المعيارية، يعني ما بنقدر نأخذ العلامة ونقول هل الولد متأخر بالنسبة لجيله ولا لا. المقارنة هي أكثر كواليتيف، هي أكثر نوعية. ففي حسنات في سيئات للاختبارات اللي إحنا نستعملها. أنا بتبع مع حالي. ففي عنا حسنات وفي عنا سيئات لكل الاختبارات اللي هي موجودة، وهنا إحنا دورنا بالنهاية إحنا لأخذات القرار وأخذين القرار، إحنا اللي المفروض نقرر إيش ملائم للوضع اللي إحنا عم نشتغل فيه، للفحص اللي إحنا عم نشتغل فيه. إذا إحنا عم نشتغل مع ولد اللي إحنا صرنا عم نشتغل معه فترة ونعرف إنه المشكلة بالأساس هي بالسينتاكس، يمكن إحنا مفضل إنه نأخذ امتحان اللي هو أكثر الامتحانات اللي هي منسوبة لأنه بدنا نركز على السينتاكس. إذا ولد اللي أول مرة بنشوفه الأهل شوي قلقانين من وضعه، بدنا نعرف هل هو في عنده تأخر اللي هو شامل، وقتها أكثر بنطلع على الامتحانات المعيارية. فالمهم إنه إحنا نتعلم الحسنات والسيئات ونستفيد منها في أخذ قرارنا ونأخذها بعين الاعتبار في أخذ قرارنا إنه أي امتحان إحنا بدنا نستعمل بكل دقيقة. كمان مرة الاختبارات اللي هي منسوبة المعايير المطلقة، الهدف هو تمييز مستوى أداء فردي. في الاختبارات المعيارية التفسير الهدف هو تصنيف الأفراد وأهليتهم للعلاج، وهنا عم بيصير لإلهم دور أكبر في إشي جديد اللي بعرفش إذا فات هون بعده على البلاد اللي بسموه response to intervention. هل حدا سمع عن response to intervention؟ كل المعايير عم تختلف من ناحية تشخيص أولاد على الأقل في الولايات المتحدة. التوجه هو أكثر إنه لتوجه ديناميكي، إنه إحنا ما نقرر الولد هل عنده مشكلة ولا ما عنده مشكلة، وإنما نبلش نشتغل مع الولد بشكل interactive ونشوف حسب تطوره هل الولد عنده اضطراب ولا ما عنده اضطراب. إحنا بنعرف إنه الولد اللي ما عنده اضطراب عادة بعد علاج بفترة جدا قصيرة بنشوف إنه بيعمل تطور كتير كتير كبير وبسكر الفجوة اللي هي موجودة اللي إحنا كنا ملاحظينها. فاللي هن بيعملوه بالRTI إنه أكتر بالمدارس أي ولد اللي ببلش فيه شك على إنه في عنده تأخر منبلش بتدخل بمستويات مختلفة. أول تدخل هو المستوى الأول level 1 إنه إحنا ببلش نشتغل مع الولد بشكل غير مباشر كمعالجين، يعني أنا ببلش أشتغل مع الأهل، ببلش أشتغل مع المعلمة، ببلش أعطي مواد للمعلمة تستعملها مع الطفل مع الولد، وبعدها من راتب تطور. إذا ما تقدم الولد كتير مننتقل ل level 2. وعادة حسب الدراسات 80% من الأولاد اللي بالأول بيكونوا at risk بعد العلاج اللي هو غير مباشر ببطل في عندهم مشكلة، وهيك ما أخذوا علاج منا إحنا فردي، ما أنطينا الأهل يفوتوا بكل الأنكزايتي بكل القلق إنه ابنها عنده تأخر وكل الأشياء الثانية اللي بتأثر على العلاقات بالعيلة، وبنفس الوقت إحنا عم نراقب تطور الولد بفترة جدا محددة عادة 3 أشهر 4 أشهر. بعدها الأولاد اللي ما عملوا التقدم اللي هن 20% من الأولاد اللي بالأول كان فيهم في شك على إنه عندهم مشكلة بعطوهم علاج اللي هو ليفل 2. بالليفل 2 احنا بنرفع من تدخلنا اكثر، بصير تدخلنا اكثر احنا بنشتغل مع الاطفال هدول بمجموعه كعمل مجموعات. نفس الشيء 20% من هدول الاولاد ببطلوا بحاجه لعلاج بيعملوا تطور وبسكروا الفجوه، والباقي 80% اللي هم صاروا 80% من ال 20% الاوائل بينتقلوا لليفل 3. بليفل 3 احنا بنصير نتدخل بشكل اكثر مباشر انه بنعمل مع الولد
الولد بشكل فردي. فبهاي الطريقة احنا عم نقلل المفروض من انحيازنا لانه نشخص اولاد اللي هن عندهم بس اختلاف او عندهم ديلاي كأنه عندهم ديسوردر، وما منفوت العيلة لانه صار يشوفوا قديش باهتمام بانه تأثير الاشي على العيلة، انه ابنهم يتم تشخيصه بانه عنده مشكلة وقديش بتأثر على الديناميكيات بقلب العائلة وعلى كيف رؤيتهم للولد وكيف عملهم مع الولد. فبهاي الطريقة هن بعتوا مجال للولاد اللي هن عندهم ديلاي اللي عندهم ديفرنس انه ياخذوا علاج بشكل غير مباشر ويطلعوا من السيستم.